البيراميدز خرج بره المنافسه بعد هذه الهزيمه يا كابتن سامي؟ لا يا كابتن، لسه برضو الجيم لسه عندك. نعم. مباراه نعم. جايه، ولسه هيلعب الزمالك ورايح جاي، وهيلعب الاهلي، ولسه الدوري طويل. نعم. وبعدين الفرق كلها دلوقتي مش من السهل انها تتغلب. صح. الدوري لما نشوفه، حتى انا قلت لك الاسبوع اللي فات او المره اللي كنت محرك فيها، قلت لك ايسترن كامباني هيبقى ند صعب. حصل. جدا. حصل. للفرق، ومش هيتغلب. نعم. بسهوله. نعم. حضرتك قلت لي الدوري هيحلو، قلت لك هيحلو كمان ان ايسترن كامباني مش هيتغلب بسهوله من الفرق اللي موجوده. فبيراميدز لا، فرقه كبيره. هي المشكله في حاجه، المشكله ان انت عارف الفرق الكبيره زي الزمالك زي الاهلي مروا بمراحل كتير، فتحت الضغوط بيستحملوا، وتحت النتائج ممكن يقعوا ويقوم. هل بيراميدز المباراه اللي جايه سواء صفاقيسي بقى او في الدوري او في الكاس حسب ما يلعب، هل هيكمل نتائج سلبيه ولا هيفوق ويقوم؟ هي دي اللي هتفرق المباراه اللي جايه مع فرقه بيراميدز. النهارده انا من الماتشات القليله جدا لفرقه بيراميدز اللي الاقيه مفروض عليه الاسلوب، المفروض عليه اللعب. عنده المحله الماتش الجاي في القاهره، وعنده منتهي الصفاقيسه في افريقيا. نعم. انا بتكلم على الدوري المحلي. انا بتكلم يعني على كمان، ما هو الصفاقيسه هيفرق معاه برضه. نعم. النتائج السلبيه بتجيب نتائج سلبيه. مباراه الجوله اللي جايه فيوتشر مع سموحه، استاد الاهلي والسلام، الجونه مع المقاولين العرب، استاد خالد بشاره، اتحاد مع الاسماعيلي في استاد اسكندريه، ام بي مع سيراميكا في بترو سبورت، يوم الاربعاء الاولانيه فيوتشر، يوم الثلاث الخميس في فاركو مع البنك الاهلي، واستن كومباني مع طلائع الجيش. بعد كده بقى وعليك خير. ده 6-4 بقى الاهلي، خلاص لا مفيش بيراميدز، متاسف. ده بعد كاس العالم مفيش صفقسي عنده. خلاص تمام، كاس مصر تمام. فعشان كده بقول لك من المرات القليله يا كابتن ان يتفرض على بيراميدز الاسلوب. نعم. بمعنى قال فرض شخصيته في المباراه دي. كان كل مره بيراميدز بقابل اي فرقه بيفرض شخصيته على اللقاء. نعم. بمعنى ان النهارده المباراه دي فجاه تلاقي رمضان يمين، ابراهيم عادل شمال. نعم. فجاه تلاقي ابراهيم عادل شمال، رمضان يمين. لغايه ما وصلوا ان هم تحت الضغط اللي بيضغطوه على النادي الاهلي بيتضربوا بسهوله جدا. ده صحيح، وده كان غريب على بيراميدز. نعم. الضغط بتاعه اللعيبه مش قادره تنفذه بالشكل المطلوب. ده اللي خلى كابتن ايهاب غير طريقه اللعب. بقت 4-3-3، نزل عبد الله ناحيه الشمال والكارت ناحيه اليمين، وخلى دونجا في النص، وخلى ناحيه الشمال ابراهيم عادل، وناحيه اليمين رمضان صبحي. فدي من المشاكل اللي حصلت لبيراميدز، ان هو ما تخلش الاهلي او مساكين النادي الاهلي عندهم الهدوء ده.